I have لا يعيرني أهمية أن تتم المقارنة بين ليفربول، برشلونة، بايرن وريال مدريد. لقد حققوا جميعا إنجازات عدة في العشرين سنة الماضية. في نفس الوقت لم يفز ليفربول بجميع الألقاب كناد، فلا يمكنك الفوز بين ليلة وضحاها، هذا الأمر يتحقق مع الوقت، إلا أنه لا يعتمد على أسس معينة، لذا يمكنك القول أن الفوز هو مزيج من الصدف والحظ. جل ما يمكننا فعله هو الارتقاء بمستوانا إلى الأعلى. هذا الدوري يتسم بالصعوبة وكانت المنافسة على أشدها. تلقيت العديد من الرسائل وكان الأصدقاء يخبرونني أنهم سيشربون الجوع ويتابعون المباراة. كنت أتمنى أن أفعل بالمثل، لكن هذه هي طبيعة عملي للأسف. جرت الأمور بطريقة جيدة، لكن ليس لدرجة الاستمتاع بها كليا، ولا آبه حقا بهوية الفرق المنافسة. نحن هنا لأننا نستحق ذلك، وأنا سعيد جدا. لقد اجتهدنا للوصول إلى هذه المرحلة، وسنقدم أفضل أداء ممكن.